يقول عندي ولد اختي يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير. هذا حديث. لا لانك انت ولد اختي اللي قراوي. ولد اختك يقول هذا حديث. ولد اختي لاني بغيت اجيب القصه مباشره بس حبيت اني استفتح. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير. هذا ولد اختي يشتغل في المعدات وفي البوكلينات. سلم علي قبل بارح. هذه الدعايه اسلم. لا ما يدعي قال اسمه ولا نبي يقول ما نبقى لنا اسمه اسلم. لكن عسى الله يفتح له ابواب. الله يرزقك يا اخي كل مسلم وكل مسلم ونعم ونعم الخال يا ولد الاخت. والله ونعم الخال. الله يطول عمرك. المهم يقول في واحد انحفر له بعض الاحيان وكل ما شافني قال عسى ما انت موظف. كل ما شافني عسى ما انت موظف. لا بالله ماني موظف. المهم يوم جاء ذاك اليوم وجيه لاني يعني فاضي قال عسى ما انت موظف. قال يا اخي ماني موظف بس عطني سالفتك انت وشي. قال انا كنت نقيب في احدى القطاعات العسكريه. يقول المهم مبسوط راتبي زين وداوم وفي الليل استراحات وتمشيات وساعات صدر. يقول ما عندي نيه ما لي شغل ابد ما عندي الا وظيفتي ومبسوط عليها. يقول استقعد له واحد نشب في حلزه كل ما لقى عليه خطأ بهذله وجازاه. المهم هو إياه ذاك اليوم وصار بينه وبينه مشكلة كبيرة وسجن هذا النقيب 5 أشهر وفصل من وظيفته. يقول يوم طلعت من الوظيفة لا عندي بيت ولا عندي شيء وما طفران. يقول أخواني جزاهم الله خير يشتغلون في المقاولات حطوا لي مكتب عقار وعطوني راتب 3000 ريال ويساعدون اللي يعطيني 2000 منه واللي يعطيني كذا واللي يعطيني كذا. يقول جت أيام صعيبة علي يعني عقب ما كنت أنا عزيز ورتبة وكذا هالحين صاروا زي يتصدقون علي. يقول يجيني وذاك الرجال في المكتب العقار قال بيك تشرف على فلتي قال بعطيك 20,000 قال هات 20,000 المهم أني بس أفتك من جمايل الناس. يقول أشرف على الأولى ثم جت الثانية ثم بدأت العجلة تدور. يقول الآن لي 10 سنوات أشتغل في المجال هذا. يقول الآن اللي في حسابي 70 مليون. الله 70 مليون يعني هذاك يوم أنه فصل من وظيفته وش كان شعوره؟ يقول سودت الدنيا في وجهي. هالحين يملك 70 مليون لو جلس في الوظيفة لين يتقاعد والله ما يملكها 70 مليون. ومع ذلك شوف الرجل الآن يعني لا تعتقد المشاكل اللي تصير لك المصائب اللي تصيبك ترى وراها خير كثير. أحيانا ما تطلع أنت إلا بنقزة مثل هذه عشان تروح رزقك الكبير. جميل. والوقفة الثانية اللي على رأس العمل وخاصة في القطاع العسكري أنتم على معين من الحسنات أكثر من 70 تريليون. أنتم على خير عظيم. رجال الأمن اللي في طرقاتنا ورجال الأمن اللي في مكاتبهم ورجال الأمن اللي الآن يحفظون إيقاع الحياة لنا في المسائل حتى يحفظون يعني يحفظون ذاك الذي يريد أن يضر مجتمعه ويلوث بيئته. هذول كم لهم أجر عند الله؟ أجركم كثيرة. لا تزهد في وظيفتك لأنك تقول هذا ترك الوظيفة بقدر الله فأغناه الله. في ناس تركوا الوظيفة فزاد فقرهم ورجعوا عمالا وكان وصاروا يأخذون ربع الراتب اللي كان يأخذه. نعم حياة الإنسان في البيع والشراء أوسع رزقا لكن لا تزهد أحدا قائم بعمله الآن. ليه؟ لأن الله يقول يقول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا ماني بصاير تاجر. أنت قد تكون تاجر فلا يجي واحد يقول لأن فلان ترك الوظيفة. يعني أنا اللي أعرفه من اللي توهقوا واستقالوا وتركوا وظائفهم استقالوا قال بصير تاجر وجاب خشب وجاب عمال وجاب ذا. أعرف كثير منهم اللي الآن الصدقة عليهم واجبة باعوا بيوتهم وراحوا يأخذون قروض من البنوك وقال بصير تاجر. ما الله ما كلن يكتبها الله تاجر. لكن نقول إذا أغلق الباب رغما عنك فلا تيأس فباب آخر ينتظرك. التفت إلى الوراء قد تجده وثق في الله جل وعلا وقبلة نطبعها على جباه كل الموظفين رسميا من رجال أمننا أو من رجال تجارتنا الوزارة أو رجال الصحة الغالين اللي لو يعني حقيقة لو قال أحدهم أتركها
واروح اشتغل، نقول انت عند معين الحسنات ومن جم الحسنات.